بسم الله. بيم سبمشن جايد لاين ده بيحدد لي الملفات اللي احنا هنسلمها هتبقى عاملة ازاي وشكلها ازاي، ايه المطلوب فيها. ففي البيم احنا بنسلم الملف الاصلي ونسلم الملفات الكات. زمان كان بيبقى 2D بس، لا دلوقتي في ملف الاصلي. لازم نكون عارفين الملف فايل فورمات اند سايز، هنحدد احنا هنسلم ايه، ويبقى في بعض القواعد في حدود المساحة. يعني ملف مثلا ما يزيدش عن مساحة معينة، على سبيل المثال الفاميلي ما ينفعش، ساعات كده كده ان الفاميلي ما يزيدش مثلا عن 20 ميجا، او المشروع ملف المشروع ما يزيدش عن 500 ميجا. لو زاد بيتقسم، في السنغافوري 500، في البريطاني 200، وطبعا بتختلف. يعني ممكن بعد شوية يلاقوا الأرقام دي محتاجة تعديل، لأن حصل تعديلات في السوفت وير أو في الهارد وير. فدي أهم اللوح اللي بتبقى موجودة. مثلا السايت لاي أوت يبقى لازم هنحط فيها البروجكت جريد لاين، الجريد لاين، السايت باوندري الحدود بتاعتنا، البيلدنج أوت لاين حدود المبنى تبقى موجودة فين، دي حاجات أساسية. البروجكت نورث بيبقى موجود واخد الاتجاه بتاع النورث. الإليفيشن لازم يكون موجود بالشكل دوت، ويكون متوضح الجراوند بتاعتنا على ارتفاع كام، بكله بينسب للزيرو. الستاندرد فايل نيم هنسمي الملف ازاي. طبعا كل كود بيبقى ليه طريقة في التسمية، يعني مثلا بتكتب اسم المشروع في الأول، وبعد كده مثلا اسم المالك، وبعد كده مين اللي عامل الملف دوت، وبعد كده لو عندي زونات بكتب زونات اللي هو مشروع صغير هو زونة واحدة فما بتكتبش. الفيرجن الدور هيبقى قد ايه، فبروجكت اي دي هيبقى فيه مثلا 14 حرف. الأسر اللي عامل الموديل فبيبقى فيه اختصارات. الاستراكشر مثلا في حرف الاس، الاكس كونتراكتور، الزون الفيرجن اول مره يبقى اي، تاني مره بي، تالت مره سي. وبعد كده اليوزر يقدر يحط خانه كمان خاصه مثلا بالسيكونس 001 دي او اللوحه 002 وهكذا. الفيو نيم هنبدا نديها برضو تسميات حسب الديسيبلين اركتشر استراكشر. الفيو هيبقى بالشكل دوت. اليوزر ديفاين يقدر يحط الحاجه اللي هو عايزها. الشيت نيمينج هنبدأ نديله التسميات، الشيت نمبر واليوزر ديفايند بوصف مثلا للوحة. لاست سيفت فيو احنا لما نحفظ الملف مفيش حاجة اسمها تبقى ملفات مخفية، لا لو عايز تخفي حاجة ما تبقاش بكنترول اتش، لا يبقى في من الفي في تخفي اللي انت عايزه. تبقى بتسيف على 2D، اخر فيو بتسيف عليه بحيث ان هو يتفتح عليه، او انت تبقى مظبط ان هو يتفتح على 2D ما تفتحش على 3D عشان ما ياخدش وقت في الفتح. ما تستخدمش فونتات غير معروفه، ما تخليش فيه اي لوحه كده لازم تحذفها. وبعد كده ده لو انت عندك اديشنال اند الترنيشن بروجكت، ده هنا هتبدا تدي الوان لل لو حاجة اتلغت، لو حاجة موجودة فعلا قبل كده. يعني مثلا تبص كده فتعرف من اللون السيان دوت ده دي حاجة موجودة فعلا، وده اللي هيبدأ يتبني، واليلو ده الحاجة اللي هتتحذف. وبعد كده project resubmission لو احنا بعتنا تاني هنشوف الاعدادات. البروجكت drawing basic composition عندي هنا architecture site عندي structure. طيب فيو الاركتكشر فيه بلانس والفيشن سكشن وديتيلز، الاستراكشر بيبقى فيه بلان وديتيلز الفيشن، وده هيبقى شكل فيو نيم ان هو ده اركتكشر. ده مثلا في بيها اي ال نورث فيو. بين موديلنج ورك فلو هنبدا نحدد احنا هنبدا نشتغل ازاي. يعني مثلا هنبدا الاركتكشر يعمل الموديل بتاعه، وبعد كده كوبي مينيتور بيت الاقسام هتاخد الجريد والليفل كولوم زي ما هنتفق. الكوبي سايت لاي اوت اوفرلاي جريد كوبي موديل ستراكشر ممبر، وهنا الاركتكشر دروينج ان 2 دي فورمات. وهناخد الريكوست فور سايت بلان انسيرت از ريفرنس ان 3 دي، وهنبدا بعد كده نبدا نظبط الاورجانيزيشن 00 ونبدا نشتغل عليه. وبعد كده نبدا نجهز الفيو 3 دي، نجهز الفيوهات، وبعد كده نجهز الشتات. وبعد كده لما نخلص شغل نعمل اكسبورت تو بي دي اف، ده كل ده في جوه البيم سوفت وير. وبعد كده نعمل نتاكد ان شغله كويس، وبعد كده نبعته للمراجعه.
ايه الحاجات اللي احنا لازم نفحصها؟ ان الاسم المشروع موجود صح، واسم المايك صح، والترو نورث صح، والاركتكشر بلان محطوط في البروجكت نورث، والجنرال نوتس موجوده، الاستراكشر، الاريا لود بلان، الاستراكشر ديتيلز، الاسكادولات موجوده، الفايل فيو، الاكسبورت سليم، والتسميه سليمه زي ما موجوده في الكود. وبعد كده دي بعض الاختصارات بحيث ان انت لما تشوفها في الشغل تعرف دي بتاعت ايه. يعني بتلاقي جي اف اي ده جروس فلور اريا، الكيو بي، الار بي تي، وهكذا. دي بعض الاختصارات.